ثايرويد كانسر. موست كومن اندوكراين كانسر هو الثايرويد كانسر، البابري والفوليكولار ميدالا اللي بيحصلوا في اليانج. طبعا الانابلاستيك بيحصل في الاولد ايج، او الكانسر يبقى الفيميل فيه 4 اضعاف الميل. الثايرويد كانسر الفيميل فيها بيحصل 4 اضعاف الميل. ايه الريسك فاكتور؟ عندي حاجات زي النيوكرال فالوت، يعني زي انفجار قنبله نوويه او تشيرنوبل، انفجار مفاعل تشيرنوبل. اللي ممكن يكون هيريديتري زي المين 2 سندروم، بيحصل معاه مداري ثايرويد كارسينوما، بيبقى الافكشن في الريد جين. لاحظ احنا قلنا في الرينال سيل كارسينوما 100 جين، هنا ريد جين على الكروموزوم رقم 10. طبعا انا عندي المين منها نوعين، مين تايب 2A وتايب 2B. اذر هيريديتري سندرومز زي الكاريني كومبلكس سندروم والكوادن سندروم بيحصل معاهم اسوشيتد مع حدوث ثايرويد كانسر مع اذر تايب اوف كانسرز او تيومرز. الانديميك جويترز اسوشيتد مع الاوكرنس اوف ثايرويد كارسينوما. نيك الراديشن كنا زمان بنستعملوا النيك الراديشن في اسباب غريبه قوي. الجويتر نفسه ممكن كانوا يدوا له ريديو ثيرابي، نيك ريديو ثيرابي. كانت وجود ثايرويد سايموما او السايموس جلاند، لو في سايموس انلارجمنت سايموس هايبر بليزيا كان ندي ريديو ثيرابي. او وجود تونسلايتس، مريض عنده تونسل كرونيك تونسلايتس، بدل ما يشيلوا له التونسل يدوا له ريديو ثيرابي. او وجود اكني فكانوا يدوا ريديو ثيرابي. فكان كل الحاجات ديت بيدوها زمان لبناين كونديشن، على ممكن الريديو ثيرابي يبقى واصل لمنطقه النك، فكان بتبقى لو دوز ريديو ثيرابي. فاللو دوز ريديو ثيرابي دي كانت بتزود الريسك بتاع الاوكرنس بتاع الثايرويد كانسر. باثولوجي بقى بنقسمهم الاول لديفرنشيت الثايرويد كانسر اللي هي دي تي سي. 90% من حالات الثايرويد كانسر از دي تي سي، ديفرنشيت الثايرويد كارسينوما. دي منها 4 انواع. الموست كومن تايب فيهم اللي بيمثل 80% من الاول ثايرويد كانسر، البابري ثايرويد كارسينوما اللي هي البي تي سي، بعدها الفوليكولار ثايرويد كارسينوما الاف تي سي، بعدها هيرسل سيل ثايرويد كارسينوما الاتش تي سي، بعدها البورلي ديفرنشيت ثايرويد كارسينوما اللي هي البي دي تي سي. المرادر ثايرويد كارسينوما بتحصل في 5% من الحالات، الانابلاستيك ثايرويد كارسينوما بتحصل 3% من الحالات، والاذرز زي العاده الليمفوما والساركوما. يبقى الموست كومن تيومر اوف ثايرويد او مالجننت اوف ثايرويد از ديفرنشيتد ثايرويد كانسر. على رأسهم طبعا البابري ثايرويد كانسر بتمثل 80% من الاول ثايرويد كانسر. انا حاطط نسبه 80 مش 80% من ال 90%، ده 80% من الاول، يعني 80 زائد 5 زائد 3 يبقى دول 85 و3 يبقى 88%. اللي هم الثلاث انواع دول، البابيلري مع المدرري مع الابلاستيك. المريض ممكن يكون اسيمتوماتيك ما عندوش اي مانيفستيشن، ممكن يكون عنده انلارجنج ماس في النك، في كلكيع موجوده في الرقبه، ممكن يكون عندها انلارجمنت في السيرفايكال لينف نود، هنقول عندها طبعا، ممكن يكون في انفلتريشن للريكرنت رينجر نيرف فيبقى في هورزنس اوف ذا فويس، ممكن يكون في انفيجن للرينكس او حصل باي لاترال بولسي في التو في التو فوكال كورد فيؤدي الى سترايدر، ممكن يكون في نيك بين وجع في رقبه الحاله، ممكن يكون في كومبريشن حصل على الاسوفجاس فيحصل ديسفيجيا، ممكن يحصل مريض سكريتوري دايريه زي الميدلري ثايرويد كانسر. الميدلري ثايرويد كانسر ده لما يحصل بيبقى موجود في البارافوليكولار سيلز. البارافوليكولار سيلز بتعمل ايه؟ بتعمل كالسوتينين. الكالسوتينين ده نفسه يؤدي لسكريتوري دايريه. تمام؟ ممكن البيشنت بريزنت باي ديستنت ميدس. نعمل انفستيجيشن، نعمل راديو نيوكليد ثايرويد سكان عشان يطلع لي ليجن كولد ليجن، يعني الثايرويد واخده ابتيك ما عدا الليجن مش واخده ابتيك، او ورم اللي ليجن واخد ذا سيم ابتيك از سراوندنج، او هوت الثايرويد كلها مش واخده راديو اكتيف ايودين ما عدا الليجن واخد ايودين، يبقى ده اسمه ريديو اكتيف او ريديو نيوكليت ثايرويد سكان. ممكن نعمل ثايرويد الترا سونوجرافي، يعني سونار على الثايرويد جلاند. ممكن نعمل سي تي وام ار اي هيد اند نيك. طبعا السي تي لو هنعمل ثايرويد سكان المفروض ما يديش كونتراست، لان كل الكونتراستات بتاعه الثايرويد بتبقى فيها ايودين، فالايودين ده بيؤدي الى ايه؟ بيعمل كومبيتيشن مع راديو اكتيف ايودين اللي هديه بعد كده. فلو انا هعمل بعد كده راديو اكتيف ايودين ثايرويد سكان، يبقى لو هعمل سي تي قبليها ما اعملش سي تي ويز كونتراست، اطلب سي تي ويزاوت كونتراست.
طبعا زي اي ليجن اعمله باثولوجيكال كونفورميشن عن طريق سيروت بايوبسي، بيتعمل سهل جدا فاين نيدل بايوبسي. طبعا مشكله الفاين نيدل بايوبسي مش هيفرق الفوليكولر تايب، بيبقى فيري ويل ديفرنشيت، فالفوليكولر ادينوما بتتكامل مع الفوليكولر كارسينوما، فما اقدرش افرق فوليكولر ادينوما من فوليكولر كارسينوما عن طريق السيتولوجي، يبقى انا محتاج لوبيكتومي، اشيل لوب من الثايرويد. هعمل لابوراتوري انفستيجيشن زي التي 3 والتي 4 والتي اس اتش، واعمل سيروجلوبولين. احنا عارفين طريقه السكريشن بتاعه التي 4 بتتم ازاي، اللي داخل الجلاند بتعمل ترابنج للايودين، وبتبقى فيها حاجه اسمها سيروجلوبولين، والسيروجلوبولين ده بيبقى ريتش ان تيروزين، فبيتشبك التيروزين مع الايودين يبقى ايودونيت التيروزين، وده اللي بينتج عنه بعد كده داي ايودو تيروزين، اللي تو تيروزين سب تو تيروزين يونت يمسكوا ببعض ويبقى كل واحده فيها ايودين. بعمل سي اي اي واعمل كالسيتونين واعمل ميتا نفرين بلاد تيست. طبعا الكالسيتونين والسي اي عشان مضاد للثايرويد كانسر، الميتا نفرين لان احنا قلنا مين سندروم، المين سندروم بيبقى فيه انذر كانسر، بيبقى الانذر كانسر فين؟ في الادرينال جلاند، فبطلب ميتا نفرين بلاد تيست عشان اتاكد ان ما فيش فيه كروموسيتوما في الادرينال جلاند، واعمل ريت ميوتيشن، ادور على ريت ميوتيشن اللي احنا قلنا على اللي عليه في المين تايب 2 2A وB، ممكن يكون في ريت ميوتيشن، ميوتيشن في الريت بحكم اللي ممكن يكون في ديستنت ميتاسس في الحالات وبيروح ميل لللنج، فبعمل شيست ايمجينج. ستيجنج تي ستيج والان والام، التي على حسب السايز اوف ذا ليجن اقل من او يساوي 2، تي 2 اكتر من 2 واقل من 4 اب تو 4 سم، تي 3 اكتر من 4 سم، تي 4 تي 4 ديزيز اللي انفيد السراوندنج تيشو التراكيه او اللارنكس. ان ستيج على حسب الليمف نود، لو الليمف نود موجوده في الانتيريور اللي هي ديلف الليمف نود اللي هي البري تراكيه البري رينجال الليمف نود يبقى ان 1 اي، طب لو موجوده معاها اللاترال الليمف نيك الليمف نود الجاجورا الليمف نود يبقى ان 1 بي، وجود ديستنت ميتاسس يخلي الديزيز ام 1. نعالج ازاي؟ عندي 3 ديفرنت ديزيز، ديفرنشيتد وميدالري وانابلاستيك. ديفرنشيتد اول حاجه سيرجري، السيرجري تتراوح ما بين لوبيكتومي او توتال او نير توتال سيرودكتومي، يبقى تتراوح ما بين لوبيكتومي وتوتال ونير توتال سيرودكتومي على حسب السايز بتاع الليجن واللوكيشن بتاع الليجن. واعمل نيك لينف نود ديسكشن، اشيل اللينف نود. بعد كده بعض الحالات بتبقى لو ريسك وبعض الحالات بتبقى هاي ريسك. اللو ريسك كيزز ما بتاخدش راديو اكتيف ايودين ابليشن، لو كانت هاي ريسك كيز بتحتاج راديو اكتيف ايودين ابليشن اللي هو الار اي اي عن طريق الايودين 131. طبعا الحالات ديت هتشالت الثايرويد، فمع هيحصل ديكريس في التي 4 والتي 3 فيحصل هايبوثايرويديزم، فمحتاجه ريبليسمنت هرمونال تريتمنت اللي هو سيروكس. طيب طبعا لايف لونج مضاد للثايرويد كانسر، التريتمنت الاولاني سيرجري توتال ثايرويدكتومي المره دي، مفيش حاجه اسمها لوبيكتومي، اعمل توتال ثايرويدكتومي واعمل نيك ليمف نود سيكشن، اشيل لازما الليمف نود معاها. بعد كده في بعض الحالات بيبقى انديكيشن، في انديكيشن ادي ادجوفنت ريديو ثيرابي. طب لو الحاله ميتاستاتيك، يبقى لو حاله ميتاستاتيك او حصل فيها ريكرنس ممكن ادي باليتيف ريديو ثيرابي او ادي كيمو ثيرابي، والكيمو ثيرابي بيبقى ادي كاربازين بيزد ريجمن. تارجت الثيرابي هنا عندي نوعين، فانداتينب وكابوزاتينب. فانداتينب وكابوزاتينب دي تارجت ثيرابي بستعملهم في ريلابسد مدار الثايرويد كانسر او ريكرنت مدار الثايرويد كانسر او الميتاستاتيك ثايرويد كانسر، لو الحاله كانت ميتاستاتيك ممكن اتعالجها بتارجت ثيرابي لان الاثنين بيشتغلوا على الريت ريت مولكيول ريت ريسبتور. انا بلاستيك ثايرويد كانسر العلاج سيرجري طبعا ليه ماينور رول لانها بتبقى اللوكال انفيشن بتاعها عالي جدا وبتبقى فيري سوليد فصعب، فهو هنا غالبا السيرجري بتتعمل جاست ازميكتومي اللي هو يقطع الازمس عشان المريض ما يحصلوش اختناق. العلاج الاساسي هنا ريديو ثيرابي، هنحط عليه حاجه اسمها هايبر فريكشن ريديو ثيرابي، يعني ادي جلستين علاج اشعاعي في نفس اليوم، جلسه وبعد 6 ساعات جلسه ثانيه، يبقى في نفس اليوم المريض بياخد جلستين، فبنقول على الباترن بتاع الريديشن ثيرابي ده هايبر فريكشن ريديو ثيرابي معاه كونكرنت كيمو ثيرابي دوكسروبس. طب لو كانت الحاله ميتاستاتيك او الحاله حصل ريكارنس يبقى ساعتها هدي لها كيمو ثيرابي بلدي كيمو ثيرابي سواء دوكسروبسين او دوكسروبسين معاه سيسبلت. يبقى كده احنا خلصنا المحاضره بتاعت الثايرويد كانسر. في اي سؤال دكتور؟ يعني ايه جود ريسك وانترميديت ريسك؟
ما هم انا عندي ريسك جروب، يعني انا عندي كريتيريا معينه بتحدد لي الريسك بتاع. انت قصدك على السيمينوما والنون سيمينوما تستيكر صح؟ هي كانت في السيمينوما وكانت دلوقتي هنا في ريديو اكتيف ايودين في التريتمنت بتاع اللي هو ديفرنشيتد ثيرويد كانسر. الراديو اكتيف ايودين انا ما باجي اديه بديه على حسب الريسك. الامريكان اللي هو اسوسيشن ريسك الريسك الايه بقى؟ الريسك اوف ريكارنس بيقسمهم على حسب الريسك اوف ريكارنس، في لو ريسك ولا هاي ريسك اوف ريكارنس. فلو في لو ريسك اوف ريكارنس ما اديش راديو اكتيف ايودين. كاركتيريا معينه، السايز بتاع الليجن كان قد ايه، في فوسفور انفيجن ولا ما فيش، في اكسترا كابسول اكستنشن ولا ما فيش، است السيروجلوبولين بعد العمليه اقل من ليفل معين ولا لسه ستيل هاي. فهمت قصدي؟ فانا عشان كده ما بقولكش الديتيلز، انا بقول لك لو ريسك وهاي ريسك وخلاص. فهمت قصدي؟ تمام يا دكتور. امريكان اسوسيشن اوف ثايرويد كانسر حاطه كريتيريا من لو ريسك ومن هاي ريسك معايا؟ فانا حتى ما بقول لك كاتب لك راديو اكتيف ايودين بس مش جنرالايزد، مش كل الحالات بتاخد راديو اكتيف ايودين، حالات معينه بتاخد راديو اكتيف ايودين، او طبعا لو عملت ثايرويد سكان وطلع فيه بوزيتيف ديزيز موجود في التومر بيت في الريزيدوال دي لازم ياخد راديو اكتيف ايودين، فبيبقى هاي ريسك. تمام؟